نورنا ومشرفنا دكتور هشام العناني، استاذ امراض النساء والتوليد بطب القصر العيني. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك وسهلا، منوره. ميرسي حضرتك اللي منورنا. خلينا نبتدي باول سؤال وهو اهم سؤال، هو امتى السيدات تقول انا عندي تاخر حمل، انا متاخره، انا كده لازم بقى اشوف فيه ايه؟ هو مبدئيا هنناقشها من الناحيه العلميه ونناقشها من الناحيه الاجتماعيه. حلوة. من الناحيه العلميه لما يفوت سنه او سنه ونص على الجواز، لكن من الناحيه الاجتماعيه كلهم بعد شهرين بيقلقوا. فده احنا عايزين نصحح. في مشكله صح؟ اه بالظبط، احنا عايزين نصحح المعلومه يا اخوانا. الحمل ده فرص بتحصل، ممكن في اول شهر، في ثاني شهر، في خامس شهر، في ثامن شهر. يعني 80% من الستات الطبيعيات، الازواج الطبيعيين، بيحملوا في اول سنه، فما فيهاش مشكله ان هي تحمل في الشهر ال 11 حتى. بس هم يريلاكس، مش يجروا يعني جري. هي 12 فرصه زي ما حضرتك بتقول كده، هي فرص بالظبط. فهم عدد الفرص اصلا كلهم على بعض 12 فرصه، فنصبر، فطبيعي، ونكبر دماغنا شويه وما نتاثرش بكلام الاهل، لان هم الاهل طبعا عارفينه ان هم كلهم بيزنوا ويزنوا. لكن علميا فرص الحمل الطبيعي بتحصل عادي خالص في اول 12 شهر. أوكي. مش لازم خالص اول شهر ولا ثاني شهر. طيب نروح بقى لأهمية منظار الرحم في حالات تأخر الإنجاب. المنظار الرحمي ده ميزة، ليه ميزة حلوة جدا، إن هو بيشخص ويعالج في نفس الوقت. أوكي. لكن لو رحت تعملي موجات صوتية أنت بتشخصي لكن مش بتعالجي، فدي فكرة هايلة جدا إن أنت تشخصي وتعالجي في نفس الوقت. أوكي. بس في فرق ما بين الموجات الصوتية وما بين المنظار. الموجات الصوتية دي ممكن تروح للدكتور للمركز يعملها لك وانت عادي خالص وانت صحية، انما المنظار ده عملية، فبالتالي بيتكلف فلوس، بالتالي بتاخد تخدير، التخدير ليه محاذير، فمش حاجة مش سهلة. فالمنظار الرحمي ليه دواعي بس في أحوال معينة، لما يكون الموجات الصوتية قالت ان الرحم فيه مشكلة، فيه لحمية، فيه ورم ليفي، في تغدد، في التصاقات من جوه، في لولب لازق جوه، يبقى ساعتها نعمل المنظار الرحمي. انما لما من غير ما نعمل اي حاجه، لا، ما بنعملش المنظار الرحمي بشكل روتيني، بنعمله لما تكون الموجات الصوتيه فيها مشكله. وكده كده ده بيبقى قرار الدكتور، يعني هي مش قرارها بالزبط. هي مش بتروح تقول انا عايز اعمل المنظار. كويس، دي نقطه حلوه. طبعا. احنا كدكاتره لازم نبقينا بنشرك العميل بتاعنا اللي هو الزايده. أيوة. بنشركها في القرار، ما بناخدش قرار ديكتاتوري. أوكي. مش قرار منفرد وهتعمليها يعني هتعمليه. لا لا، هو الا هتبقى الموضوع في تطرفات كتير. لا طبعا لازم الطب يتقدم. في ال 30 سنه اللي فاتوا حصل تغيرات جذريه. أيوة. لا، القرار بيبقى مشترك، احنا بنوضح لها وبننصحها وهي عليها يا تقبل النصيحه يا ما تقبلهاش. لكن محدش ابدا هيقول لها انت مالكيش راي، انت انا الدكتور. لا لا، خلاص الموضوع ده انتهى بقى. الدكتور بيوضح ويفهم ايه السبب ايه، وبيطرح اكتر من حل، ودايما يعني عادة في اختيارات كتير. عادة بتبقى لازم في اختيارات عشان الناس تقدر تختار، بس في حاجات برضه لازم تبقى واضحة وصريحة. يعني لو ما عملتهاش خلاص ما تجيليش تاني. اوكي خلاص. ليه؟ لان دي هي الحاجة الصح. أيوة. وانا مش هعمل حاجه عشان انت عايزاها كذا. أوكي. لا، انا بعملها عشان اعمل الصح، بس الصح فيه اختيارات زي ما انت بتقولي. طيب اروح لسؤال، يعني الاسئله النهارده كلها مهمه وهتهم كل الستات الحقيقه اللي قاعده بتتفرج علينا، والنقطه دي بقى هتهم ناس كتير. تجميد البويضات، الموضوع ده احنا سمعنا عليه بقالنا فتره طويله، وفي ناس كتير حوالينا ابتدوا ياخدوا الخطوات دي. بس في معلومات كتير جدا ناقصة عن الموضوع ده. ليه؟ امتى اصلا الناس ممكن تروح تعمل حاجة زي كده؟ ازاي؟ طيب هي دي حاجة حديثة ظهرت من حوالي 4 سنين تقريبا. بالزبط. ليه؟ عشان تحافظ على الخصوبة بتاعة البنات. البنات بيبقى محتاجين ان هم يشتغلوا، ان هم يديفلوب الكارير بتاعهم، ان هم يكونوا أسرة. بس ده بياخد منهم وقت، فممكن تلاقي نساء وصلت سن 37 سنة عقبال لما هي بقت مديرة أو واتيفر. فبالتالي هي ساعتها عايزة تحافظ على خصوبتها وفي نفس الوقت تحافظ على الشغل بتاعها، فبتلجأ لتجميد البويضات عشان
تبقى البويضات حلوه تقدر لما تتجوز يحصل الحمل باذن الله. فبالتالي دي وسيله للحفاظ على خصوبه المراه. بس ده وسيله مش وسيله بس اجتماعيه صح؟ اه برافو عليك. دي وسيله اجتماعيه لكن في بقى دواعي طبيه. طبعا. ايه هي الدواعي الطبيه؟ لما تكون في سيده عندها لا قدر الله مرض معين وتاخد علاج كيماوي بالظبط، وبلاش سيده ممكن تبقى انسه وجالها نوع من انواع الاورام بالظبط، فبالتالي محتاجه انها تحافظ على خصوبتها بس عشان هتاخد علاج كيماوي او تاخد علاج اشعاعي، فبالتالي بنحافظ بقى. دي بقى دي الضروره. ايوه. الثانيه ده كان داعي اجتماعي. لكن دوت للضروره الطبيه لازم، واحنا دايما بننصحهم بقى ساعتها حافظي على بويضاتك علشان بعد كده العلاج الكيماوي ده هيدمر المبيض، ده هيحرق المبيض. ايوه. وطبعا ده موضوع كبير جدا، ده عايز اصلا حلقه لوحده ونتناقش فيه. هو بس بقى ما الناس بقت متقبلاه يعني. الانسات الانسات شخصيا عملوا القصه دي يعني. الانسات دلوقتي فاهمين كويس وبنحافظ على العذريه بتاعتهم وكل حاجه لانها بتتم بالموجات الصوتيه، فما فيش قلق في الاجراء ده، وفي نفس الوقت اسعاره بتبقى رخيصه، فبالتالي الدنيا بيس، فالناس بدات تقبل عليه بفتره. وهل الحته دي مهمه برضه، البنوك والحاجات اللي نحتفظ بيها البويضات موجوده في مصر دلوقتي؟ هي ما اسمهاش بنوك الحقيقه. اسمها ايه بقى يا دكتور؟ لا دي اسمها تنكات، عشان عشان تحفظ البويضات بتبقى محفور باسمها بالليزر على كل قصيبه محفوظ فيها البويضات بحيث انها تستخدمها بعد كده. لا دي بتبقى في الامان خالص، زي تجميد النساء المنوي. موجوده هنا في مصر. لا موجوده منتشره. منتشره، بقول لك الوعي انتشر بين فالموضوع الناس. دلوقتي بقى منتشر جدا. ما هو منتشر. الوعي بتاعه منتشر جدا. كويس قوي. طيب نروح لموضوع تاني وهو الحقن المجهري. ايه الخطوات؟ الخطوات كل الناس دلوقتي بقت عارفينها لسبب بسيط، ان السوشيال ميديا بقت في الفيس وفي كل حته، والانستجرام مليانه صور عليها. هي لازم الحقيقه تاخد حقن كتيره. ليه؟ علشان تطلع بويضات كتيره. اشمعنى؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى بيخالق الست بتطلع بويضه كل شهر. ايوه. فاحنا عايزين تطلع 10 15 بويضه علشان نقدر نلقحها، عشان تبقى عندنا فرص عشان نعمل بعد كده حاجه اسمها التجميد. أيوة. تجميد البويضات او تجميد الاجنه. ودي بقت منتشره في العالم كله، مش حاجه بدعه ولا حاجه جديده خالص. اللي هو تجميد الاجنه عشان تبقى ليها رصيد زي ما بيقولوا، تنقلهم بعد كده في الوقت اللي هي عايزاه، لما تحمل وتولد ترجع بعد كده من غير ما تعمل حقن مجهري تاني ولا حاجه. تزرع الاجنه المجمده. ففكره التجميد موجوده. الحقن المجهري بيبقى حقن وبعد كده تحت الموجات الصوتيه، يعني هي ما بيبقاش فيها لا جرح ولا دم نازل ولا اي حاجه، وبتروح بعدها بنص ساعه. واحيانا ما بتحتاجش بنج، لو هي قادره تستحمل شويه وجع خفيف بنديها السيديشن حاجه كده مسكنه، فما بتحسش بالوجع وبنسحب البويضات وتروح ماشيه على رجليها عادي جدا. الاجراء سريع وبسيط وبيتم بسهوله، وبعد الثلاث ايام او اربع ايام بنزرع الاجنه اللي اتكونت في الحضانه. طب وفي المنطقه دي مين صاحب القرار؟ الدكتور ولا في ايه؟ انا منطقه هعمل حقن مجهري. لا برضه بالتشاور، بس في حالات واضحه. يعني مثلا عندنا حاجه اسمها انعدام الحيوانات المنويه عند الزوج. خلاص ده استحاله هيخلف الا لو عمل الحقن المجهري. لكن في حاجه اسمها تاخر الحمل غير مسبب. احنا مش عارفين السبب اللي مخلي الاثنين دول ما يحملوش، مع انه هي سليمه وهو سليم. فساعتها بنقول لهم ممكن تصبروا، ممكن تاخدوا منشطات خفيفه، ممكن تعملوا الحقن المجهري. فهم بقى اللي بيختاروا بقى ساعتها. لكن في احوال بيبقى لازم وحتما تعمل الحقن المجهري. واحده الانابيب بتاعتها مقفوله، عملت عمليه مثلا مره من المرات وحصل التصاقات في الحوض، فالتصاقات دي قفلت الانابيب. اوكي. حتما ولا بد تعمل الحقن المجهري، ملهاش حل. هتعملها ازاي؟ ما هو ما بقاش في انابيب قنوات فالوب توصل البويضه او توصل الحيوان المنوي بالبويضه. بس نيجي هنا ونقول انه النقطه الاولانيه خالص اللي هو ما تستعجلوش على طبعا ان احنا متاخرين في الحمل، فبالتالي لان برضو دي حاجات منتشره جدا في المجتمع، نتاخر يومين ثلاثه في الحمل نروح نعمل حقن مجهري. لا 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 بالظبط. يعني ده هيخلي الدنيا
الناس اللي بتعمل بتضيع نتائج الناس اللي ما بتعملش. فلا نخلينا بهدوء زي ما انت بتقولي، وفي نفس الوقت كل حاجة هتحصل في وقتها. طيب سؤال لحاجة منتشرة وسمعتها كتير وعايزة أتأكد منها، تحديد نوع الجنين أو إيه؟ تحديد نوع الجنين دوت موجود في العالم كله من أكتر من 8 سنين تقريبا، ومطبق هنا في مصر من أكتر من 7 سنين تقريبا. تحديد نوع الجنين ده الغرض منه أن أنت لو عندك بنات تجيبي ولد، لو عندك ولاد تجيبي بنت، على حسب رغبة الأب والأم. ليه؟ عشان يعمل توازن في الأسرة. فبالتالي تحديد نوع الجنين دوت منتشر جدا هنا في مصر بشكل غير طبيعي، لان احنا مجتمع ذكوري، بنطلب وبالذات من الصعيد، من محافظات الصعيد، بنطلب الاهل بيطلبوا ان هم يبقى بس معاهم ذكور. مجتمع ذكوري دي مش حاجه لذيذه يا دكتور، بس هو ده دي مش حاجه كويسه يعني. بس مش احنا بس، احنا برضو الدول اللي حوالينا كلها نفس المنطقه، منطقه الشرق الاوسط كلها مجتمعات ذكوريه واضحه بتحب الذكر، وبالتالي بيطلبوا ان هم يعملوا، بالذات اي اسره مخلفه بنتين او ثلاثه او اكتر بيطلبوا كده. يعني وده حق مشروع، يعني ده موجود ومنتشر وبتعمل في مصر بتعمل بشكل يومي. بشكل يومي. ايوه ده حاجه متاحه وحاجه مشروعه، وفي نفس الوقت بتعمل توازن في الاسره. لان دلوقتي الحل التاني ان الراجل يقوم متجوز واحده تانية عشان يخلف منها ولا مش كده برضه، ولا مش هينفع يعمل كده؟ لا مش هينفع. لا ده ينفع. لا يا دكتور ما ينفعش ابدا. لا طبعا. طيب نروح للسؤال اللي بعده، وهو لو تحاليل الزوج مش قويه لاجراء الحقن المجهري بنعمل ايه؟ دي بقى فيها، دي ليها معضلات كتير. دي بقى اللي فعلا من الناحيه الطبيه بنركز فيها جدا، هي دي اللي مفيدة مش بعيدة عن تحديد نوع الجنين. لكن عقم الرجال بالذات احنا بنعمل ليه كذا طريقة. الطريقة الأولى اللي هي ان احنا بندي أدوية معينة وحقن للراجل عشان تنشط الخصية، فبتطلع حيوانات منوية أقوى وأسرع. دي حاجة. لكن الحاجة التانية انه لو كان عنده دوالي من الناحية المتقدمة بنعمل عملية الدوالي. الحاجة التالتة ان احنا ناخد الحيوانات المنوية من المنبع، نعمل عملية في الخصية، ودي عملية آمنة وسهلة جدا، والراجل بيروح في نفس اليوم برضو، من ما بتتمش بفتح ولا حاجة، ده هي بتاخد عينة من الخصية بسيطة، بنطلع منها الحيوانات المنوية الكامنة جوه، وساعتها بنستخدمها في الحقن المجهري. الكلام ده ما كانش موجود من 20 سنة. كل الكلام ده اللي أنا بنقوله ما كانش موجود من 20 سنة، فدي بالنسبة لنا تعتبر طفرة في علاج عقم الرجال ما كانتش موجودة. وبالتالي في أسر كتيرة الحمد لله بقت بتخلف واكتملت الحمد لله بفضل حاجة اسمها الحقن المجهري، طبعا بفضل الله أولا وأخيرا. طيب وإزاي نحقق نسبة نجاح عالية مع الحقن المجهري؟ يعني إحنا عارفين برضو إن في قصة إنه نجرب أكتر من مرة، وهل ده بيحصل؟ بص، وبيبقى إيه الحقن المجهري؟ في حاجات إحنا نعرفها وفي حاجات ما نعرفهاش. إحنا نقدر نساعد الزوجين إن هم يبقى عندهم أجنة وبعد كده نزرعها. لكن ايه اللي يخلي البذره تنبت في التربه؟ دي حاجه في علم الله ربنا. يعني لينا حدود في العلم. لكن احنا بنساعد على اساس ان الراجل ده والست دي يبقى عندهم اجنه ونزرع الاجنه دي، وبالتالي عمليه الحقن المجهري عمليه ممكن تنجح وممكن تفشل. لكن ممكن عشان كده تتكرر، عشان محتاجه انها مره خابت مره تصيب. زي ما احنا بنقول مره تقيب ومره تصيب. فبالتالي بنحتاج ان احنا نعيدها مره، محتاج مره واثنين علشان ربنا يكرم بالحمل باذن واحد احد. لكن العوامل النجاح بتاعتها بتعتمد على حاجتين، خبره الدكتور، وفي نفس الوقت على معمل الاجنه. المعمل ده مهم جدا لان هو ده روح المكان. هو ده اللي بيتم فيه استخلاص البويضات وحقن البويضات وزرع البويضات. فبالتالي المعمل ده مهم جدا، وخبرة الدكتور مهمة جدا، لأن هو بيبقى عارف أولا البيشنت ماشية في أني تراك، في أني طريقة، يديها البروتوكول المناسب ليها، وكل واحدة بيبقى ليها بروتوكول. ما هو صوابع ايديك مش زي بعضها، مش ممكن أجيب إيديا وأخليها كلها صوابع واحدة وإلا كلها مش هتعرف تشتغل. فبالتالي الخبرة
والمعمل دول مهمين جدا لتحقيق النتيجة الحلوة زي ما بيقولوا. أعلى نتيجة. لكن مفيش هي خطوات معينة تقدر تعملها الزوجة بعد الحقن علشان تبقى في السيف سايد أو تبقى كويسة أو يعني عوامل النجاح أو أي حاجة؟ إحنا عايزين نصحح المعلومة إنها مفروض تعيش حياة طبيعية. ما عدا بالنسبة للحياة الزوجية. إنما تعيش حياة عادية، يعني تروح تقف في المطبخ زي كده وتتعلم منك الطبيخ. أي. عادي جدا. تروح الحمام وتروح الصالة وتتحرك. إنما طبيعي. الستات عندنا في مصر عندهم مبدأ أو مفهوم إنها لازم ترقد في السرير عشان الحمل يحصل. طبعا. ده الكلام ده مش مظبوط خالص. ده حقيقي. مش مظبوط خالص. أيوة. وإلا مش هتقدر تخش الحمام، لا تعمل بول ولا هتعمل براز. طب أيوة. هتعمل إزاي؟ فلازم تتحرك. لازم تتحرك وتتحرك بشكل طبيعي، والا هتبدا مخها يروح ويجيب ويجيب ويروح. سؤال اخير يا دكتور عشان لازم نختم، في سن معين للحقن؟ احنا دايما ايوه بنقول ان عمر الزوجه هو مفتاح النجاح. اوكي. يعني كل ما سن الزوجه يصغر كل ما نسبه النجاح تعلى، كل ما سن الزوجه يعلى كل ما نسبة النجاح تقل. أوكي. فاحنا بنعتذر للناس لو كان سنهم فوق 45 سنة. أوكي. لكن بنفضل قوي ان هم يبقوا فوق ال 25 لغاية 40، ده المناسب جدا ده للحقن المكاري. دكتور هشام العناني بشكر حضرتك جدا، نورتنا يا فندم. الله يخليك.